ما حكم صوم يوم عرفة بقصد القضاء؟ صوم يوم عرفة سنة مؤكدة وفيه فضل عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإن صامه الإنسان تطوعا فهو خير، وإن صامه قضاء أي بأن كان عليه أيام من رمضان فصام يوم عرفة من هذه الأيام التي عليه فلا حرج في ذلك، وأرجو أن يحصل له ثواب القضاء وثواب يوم عرفة. نعم.